بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إخواني وأحبابي السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الجديد آلة حسبة عاوزين نحسبها صح ونقول أن الله تعالى قد أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج الناس من ظلمات الشرك والكفر إلى نور الإيمان والعلم والتوحيد وأرسل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق تعالى وانت ماشي في الطريق بسيارتك تلتقى واحد كسر إشارة المرور واحد تاني وانت عارف سيارتك مع زوجتك وأولادك يبدأ يلتفت ويبص عليك شوف من اللي جوه السيارة ولا يستحي أن ينظر إلى النساء أو إلى الأولاد من البنات وانت ماشي في الطريق تلتقى بعض الناس فتح إزازة سيارة وقاعد ياكل لبي وازاز ويرمي في الطريق سلوكيات خاطئه بعيده عن الاسلام هذا مفتقد لاداب الاسلام واحد تاني يشرب ازازه ميه وبعدين يرمي في الطريق واحد تالت يتطوع ازازه حاجه ساعة في الطريق واحد مش عاجبه الزحمه الموجوده يحط ايده على الجرس جرس التنبيه اقصد السرينه ويبدا يضغط ضغط شديد ويؤذي الاخرين سلوكيات خاطئه احنا عايزين نحسبها صح يا اخواني تخيل لو انك فعلت هذا هنا تستوجب اللعنه من الناس. الناس هتشتم والناس بتسب والمسلم ليس بفاحش ولا بذيء ولكن حسن الخلق وحدثنا الله عز وجل عن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى: وانك لعلى خلق عظيم. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالمسلم يختلف عن غيره قد يصدر هذا من غير من واحد على غير ملة الإسلام أما أنت مسلم تعلمت الآداب الإسلامية أو سمعت عنها أو قرأت عنها لو لم تسمع عنها قبل ذلك ما تعلمتهاش في مدارس وما خدناهاش في مدارس ولا تعلمتها من الوالدين ولا في أي مكان تعالوا نتعلم وتعالوا نغير بعض القناعات ونغير هذه السلوكيات الخاطئة أنا بقول لك تجار الدنيا دايماً يحسبوها صح، أنا هعمل العملية دي، هكسب من وراها إيه؟ فكذلك أنت حين تتخلق بالآداب الإسلامية وتحسبها صح بالآلة الحاسبة، صدقني والله أنت الكسبان دنيا وآخرة. أولاً ستحصل على حب الناس. والأمر الآخر ستحصل قبل ذلك على حب الله عز وجل لك، أنك مطيع لأمر الله، مطيع لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نتكلم النهارده إخواني سريعاً عن جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصف الصحابه فقال اياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لا نبد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم يعني فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعالوا نتكلم بقى عن كف الاذى الاذى إخوان صار بالقول والفعل سارينا ليل نهار الشباب بالذات في ايام الصيف والاجازات بيبداوا يلفوا بالسراف في الشوارع وتلتقى دايما عاملين حفله وهم ماشيين اخواننا بتقعد تكاتك ربنا يرضى عنهم ويهديهم ويصلحهم ويطلعوا لهم التصاريح عشان نخلص من القصه اللي احنا فيها دي بلاش كلام في السياسه حاضر يا عم عدنان الله يكرمك كذلك ترويع الامنين في الشوارع التضييق على الناس بالسيارات رمي القشر في الشوارع بياكل فاكهه بياكل موز بيقزقز سوداني ولا لب ولا بتاع يقوم واخد الكيس ومطوحه في قلب الطريق ده بيدل على سلوكك جوه بيتك ما لو واحد دخل فجاه جوه بيتك هيلتقى الشراب بتاعك فوق الدولاب والجزمه مرميه في الحمام مش كده يا عمي؟ الله يكرمك والقميص والبنطلون بتاعك متعلق مش متعلق على الشماعات ده مرمي في في المكان المخصص لاولادك ده بيدل على سلوكك انت جوه بيتك عامل ازاي؟ الإنسان بيظهر من عنوانه بيقولوا الجواب بيظهر من عنوانه كذلك الحال انت حالك في سلوكياتك مع الناس بره بيدل على سلوكياتك جوه بيتك انت رجل مسلم تختلف عن غيرك بعض الناس آه وده امر مستقذر شرعا وعرفا وحسا يبصق في قلب الشارع مش كده يا عم عدنان؟ في مناديل يا عم والله كرينيكس صدقني في وفي مناديل قماش وفي آه انبصقت تدفنها ولكن يبقى ماشي في قلب الطريق وبالذات الجماعة بقى الحريفة اللي بيشربوا سجاير يبدأ يقح 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 والبلغة لما يتعبوا قوي يعمل ايه يا عم أمير الله يكرمك هوب قم بصق في قلب الشارع منظرك حتى سيء بيدل على سوء خلق وعلى ان ده الذوق عالي الله يهديك ويصلحك بعض الناس بتضيق على الناس في الشوارع يقيم الفرح يبدا من بعد صلاه العشاء لما الساعه 2 و3 والسماعات تضرب هتروح فين الى اين تذهب فتدعو وتقول اللهم اغفر لهم واهدهم وبارك لهم كذلك التضييق اخواننا بقى طالعين في القصه الجديده ان كل واحد في الشارع حاطط حديده قدام بيته ومكتفها بقفل وجنزير عشان ما فيش حد يحط مكان السياره ده تضيق على الناس ليس هذا من حق الطريق وليس هذا ما علمنا إياه الإسلام إحنا بنختلف عن غيرنا عندنا آداب وعندنا أخلاق تعلمناها من القرآن وتعلمناها من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وما تتكلم مع بعض الناس يا إخواني هذا لا يصلح عندكم الأندية اعملوا في الأندية بعيد عن مجتمعات الناس وعدم إيذاء الناس تسمع بقى السب واللعن والشتم والقصف حتى لما كانش في وشك من وراء ظهرك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. كذلك من الايذاء للناس ودي خاطئه ان كل واحد صاحب محل بدل ما يقعد جوه محله لا جايب كرسي وقاعد هو اتنين تلاته من اصحابه بالذات الناس اللي اتحالوا على المعاش وقاعدين ما شاء الله عليه قاعد فاضي بقى مش هقول يمسك المصحف ولا ينشغل بطاعه يقعدوا قدام المحلات واللي داخل واللي طالع وينظروا الى النساء والى البنات هذه عورات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه في جوف بيته أعوذ بالله اوعى تضع نفسك في هذا الموضع فاتقي الله تقعدش مع الناس قدام المحلات وتنظر للريح واللي جاي وكذلك جلوس الشباب قدام المدارس والمعاهد والكليات البنات خارجه والشباب قاعد اللي بموتوسيكل قاعد واللي بدراجه ب... واللي قاعد ب... بعجله ولا بدراجه وال... واللي قاعد بعربيه واللي قاعد من غير حاجه واللي معاه كلب قد كده يا ابن الله يرضى عنك روح ربي نفسك الله يرضى عنك ويبارك فيك وانا بق... بقول لكل اب ما تامنش ان بنتك تروح المدرسه الوحيده بالوضع ده خاصه لو ان المعهد او المدرسه في مكان حواليه شباب بالطريقه دي خذ اولادك من من, من ايديهم وصلهم واذهب كذلك بعد المدرسة حد من أهلك من صلة رحمة يأتي بالبنت هذا ما بالحفاظ على أهل بيتك وعلى أولادك أنا عايز أقول لكل إنسان بيقع في هذه السلوكيات الخاطئة بالله عليك بالله عليك الله يرضى عنك ويبارك في عمرك حاول تحسبها صح بالآلة الحاسبة احسبها صح بالآلة الحاسبة شوف مين اللي كسبان لما تؤذي الناس أنا أو أنت نؤذي الناس بهذه السلوكيات الخاطئة شوف اللي عود علينا إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم مش الناس هتقول كده روح الله يلعنك ليه تسمع الكلمه دي من الناس هتسمع الناس بتؤذيك بالكلمه دي وممكن يبقى قاعد في بلكونته فوق بيتكلم مع زوجته ومع اولاده او انسان مريض او محتاج راحه او عنده ضيوف وماشي في الشارع بالسرينة بتاع السياره او بالصوت العالي الموجود في التكاتك او الموسيقى والاغاني الصاخبه اللي بتؤذي الناس هيسبك وهيشتمك هذا لا يجوز شرعا أن يسبك او يشتمك ولكن سيصدر من بعض الناس ولما يقول ربنا يلعنه ستجب عليك اللعنه من الله ده نص كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم يبقى الناس لما تسب أو تشتم أو تلعنك الناس محقة ولكن أنا مش معاني يسبك أو يلعنك مهما فعلت كما قال الله وقولوا للناس حسنا طب لو حسبناها صح وما صدرش منك هذا الأذى للناس لا عمرك ركبت سيارة ولا أذيت الناس بالتضييق عليهم ولا رميت مناديل في الشارع ولا رميت ازازة حاجة ساعة ولا ازازة ميه شوف يا اخي رجل رجل شال غصن شجره كان في الطريق ابعده بس عن الناس والله وجبت له الجنه وغفر الله له شوف الاول كان بيعمل ايه عشان كده بقول لك دايما احسبها صح خليك زي تجار الدنيا لما تحسبها صح بالآلة الحاسبة أنت هتكسب دنيا وآخرة شوف سيدنا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخرة يعني نحاء بعيد عن طريق الناس شال الفرع الشجرة ده أو النخلة ده اللي هيؤذي الناس شوف الناس صلى الله عليه وسلم قال إيه في الحديث فشكر الله له فغفر له الله أكبر نغير بقى السلوكيات دي الى السلوكيات الحسنه حاجه في الطريق ازلها عن الناس خاصه الزجاج اللي متكسر او الحجاره اللي في في الشوارع والطرقات قد تمشي في بعض الاماكن الان اقسم بالله بجوار مستشفيات الناس بتعالج فيها اكوام من القمامه والزباله موجوده في كل مكان اخر عن الناس وغير هذه السلوكيات عند الناس وقد قدوة حسنة الله عز وجل يبارك لك بل يغفر لك الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وآله وسلم والرواية عند الإمام مسلم رأيت رجلا يتقلب في الجنة الله أكبر رأيت رجلا إيه يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس شجرة طلع كده زيادة في الطريق بدات تؤذي الناس بافرعها والناس مش عارفه تمشي كويس قطعها ونحاها شوف الناس صلى الله عليه يقول ايه شافوا في الجنه يتقلب فيها يا لها من نعمه عشان كده بقول لحضرتك احسبها صح وتركب سيارتك ابنك مسك المنديل ومسح العرق وعملوا كده ورمى من الازاز وقف السياره ودي تمرينات تطبيقات عمليه وقف السياره خد ابنك معاك قوله له الشيل اللي انت رميته في الارض ده وقول له يا ابني ما هكذا علمنا رسول الله حتى الولد نفسه يحب سيدنا النبي الدول الكافرة للأسف لا ترى أمثال هذه التصرفات عندهم وخذوا الآداب الإسلامية وطبقوها عندهم إحنا كأمة مسلمة ينبغي لنا أن نحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ما كانوا يفعلوا هذا أبدا بل بعض السلف لما كان في مجلس والأخ وأحد إخواني يتكلم بكلام بعض الناس رفع صوته قال ما هذه الاخلاق ليست هذه اخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم علم ابنك ماشي في الشارع معك بصق له يا ابني ادفنها بتراب يتعلم الولد تصح هذه السلوكيات الخاطئة ماشي مع زوجتك في الشارع ازلب كلب بنبلاية بتاع مترمية ورقة في الشارع يا ابنتي اتقي الله يا اختي اتقي الله يا زوجتي يا ام اولادي ليس هذا من سنه النبي ولا من الاداب الاسلاميه ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودايما ركز مع ابنك على كل سلوك حاول تغيره عنده او تغيره عند زوجتك قول لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امرنا بذلك لما تكثر من ذكر النبي عند اولادك وعند زوجك وعند اخوانك واصحابك واصحابك واحبابك اولا بيدل على ان قلبك مشغول دائما بذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن احب شخصا اكثر من ذكره الشاب اللي لسه خاطب بقاله سنه ولا اتنين ولا ثلاثة ولا متزوج بقاله سنه والدنيا معاه وردي والحمد لله تمام يا عم امير والله مبارك ما شاء الله دايما لما تقول له اخبارك يقول لك ما شاء الله ده خطيبتي انسانه محترمه ومؤدبه وذات خلق وامها بتعمل اكل ما تعملش في الدوله ما شاء الله عليهم ومبسوطه وفرحانه وسعيده ليه؟ بيذكرها في المجالس لانه احبها ولله المثل الاعلى من احب الله تعالى اكثر من ذكره ومن أحب نبينا محمد أكثر من ذكره عود أولادك على هذا السلوك الحسن وعلى هذا الخلق الحسن إن لما يقع في خطأ من الأخطاء وتحاول تصحح هذا الخطأ قل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بهذا ده بيدل على حبك لسيدنا النبي وعلى إنك عاوز تعلم أولادك إن كل فعل حسن في هذه الحياة بنفعله لنا فيه دليل من القرآن أو من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إخواني ننظف الطرقات مش عشان نساعد الدولة فقط لا ابتداء نرجع ورا شوية فنقول لأن الذي أمرنا بهذا إنما هو رسول الله علينا أن نبتعد عن هذه السلوكيات الخاطئة يا إخواني يا أحبابي وأن نلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يبارك لكم وأن يسدر خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على الخير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته